مرحبا بكم، سأتحدث اليوم عن مادة سمعتم عنها كثيرا في الطب التجميلي وهي الفيلرز أو مادة الحشو. تسببت مادة الفيلر بانخفاض كبير في العمليات الجراحية التجميلية. في الماضي كنا نشخص تقدم العمر بظهور التجاعيد على الوجه، لكن العامل الرئيسي في ظهور تقدم السن تضاؤل الأنسجة الرخوة من أماكن مهمة من الوجه ونسميها الأنسجة الدهنية. لماذا نرى وجهاً ممتلئ عندما ننظر في وجوه الشباب اليافعين، بينما نرى وجوهاً غائرة عندما ننظر في وجوه المسنين؟ هناك أسباب متعددة لهذا، ومن أحد هذه الأسباب الهامة امتصاص النسيج الرخو الدهني، وخاصة تحت العينين وفي مقدمة الخدين وعند ظهور بعض الحفر هنا. هذه التجاويف تسمى أيضاً أكياس تحت العين، تصبح دائمة وتعطي مظهر الحزن أو المرض لصاحبها. وكيف نعالج هذا؟ أفضل طريقة تكون بملء هذا المكان بالفيلر لإعادة مظهره الممتلئ السابق. حالياً مادة الفيلر متواجدة تحت مسميات مختلفة، ويتم إنتاجها في معامل وتباع جاهزة ليتم إعطاؤها عن طريق الحقن. بعض مواد الحشو هذه يتم تصنيعها لتحاكي أنسجة الجسم الطبيعية، وبعضها الآخر من مواد مصنعة بشكل كامل. فبشكل عام لها تأثير مؤقت يتراوح بين 6 أشهر لسنة. أما مادة الحشو المصنعة من المواد الصناعية المركبة فلها تأثير دائم، لكن استمراريتها لا تعتبر بالأمر الجيد. ففي حال ظهور نتيجة غير مرغوب بها، ستبقى هذه النتيجة مع المريض إلى الأبد. هناك خيار آخر للحشو، وهي مادة لا يتم تصنيعها في المعمل وإنما موجودة في أجسامنا جميعاً، وهي نسيجنا الدهني الخاص. فقد تم الاكتشاف مؤخراً في جميع أنحاء العالم النتائج الكبيرة للنسيج الدهني عندما يتم حقنه في الجسم. وأنا شخصياً أفضل مادة الحشو المأخوذة من جسم المريض نفسه أكثر من المواد التي يتم تركيبها في المصانع. فأكثر نسيج شائع يتم أخذه من المريض نفسه هو النسيج الدهني، لكن هناك أنسجة أخرى يمكن استخدامها كفيلر، وهي نسيج العضلة أو غمد العضلة، وأيضا الأدمة أو أي جزء مأخوذ من عملية مسبقة. وكيف نحصل على هذا النسيج المطلوب؟ طبعا سنأخذه من الجسم، وبما أن أخذ هذه الأنسجة من الجسم يسبب ألما، لذلك لا بد من القيام به في غرفة العمليات وتحت تخدير محدد. هذا التخدير ممكن أن يكون موضعياً بالحقن أو من خلال جعل المريض شبه نائم باستخدام أدوية معينة، مهدئات معينة، وممكن أن تكون تحت التخدير الكامل. وقد قلت مسبقاً أن هذه الأنسجة المستخلصة هي أنسجة دهنية، ومن أين نحصل على مثل هذه الأنسجة؟ طبعاً من أعضاء جسمنا التي تتوافر فيها بكثرة، مثلا من الجذع أو الخصر أو من داخل الساق أو داخل الركبة. بالنسبة لنا حتى من الأشخاص النحيلة بإمكاننا استخلاص الدهون اللازمة بجهود خاصة. وما هي يا ترى فوائد ومضار الحقن بالدهون مقارنة مع الحقن بالفيلرز؟ بالطبع بالنسبة لمواد الحشو أو الفيلرز الجاهزة لن يكون هناك حاجة لغرفة العمليات، ونركز على المنطقة التي نريد وضع الحشو فيها، مثلا تحت العينين أو التجاعيد المتركزة حول العينين أو على جانب الشفتين. نقوم بحقن بعض قطرات الفيلرز مادة الحشو لنحصل مباشرة على النتائج التي نريدها، بعدها مباشرة ينهض المريض ويعود لحياته الطبيعية. أما بالنسبة للحقن بمادة الدهون، فأولا علينا استخلاص هذه الدهون في غرفة العمليات، ثم نقوم بجعل الدهون جاهزة ليتم حقنها في الجسم، وهذا إجراء طبي نقوم به يحتاج من 15 إلى 20 دقيقة
على الأكثر نقوم بهذا بسهولة بمعدات خاصة، ليست الإبر ولكن محاقن بشكل أنبوب نهايته مدورة، نحقن الدهون المطلوبة من خلال فتحات صغيرة. وما هي المناطق التي نحقن فيها؟ التجاويف الموجودة تحت العينين والتجاويف أمام في مقدمة الخدين وفي الخطوط التي نسميها تجاعيد الخدين وفي الخطوط الغير مرغوب بها حول الفم وفي التجاويف على طرفي الذقن. بعد القيام بحقن النسيج الدهني في هذه المناطق نحصل على النتائج المطلوبة. وفيما كان لدينا أي معلومة عن مدى استمرارية هذه الأنسجة الدهنية التي حقناها؟ بالطبع نعم، إذا ما أخذت بشكل جيد وخزنت بشكل جيد النسيج الدهني المعطى سيبقى بالتأكيد ممكن بنسبة 80% أحيانا 50%، لكن بإمكانها أن يستمر مدة 100% إذا النسيج الذي تم إعطاؤه لم يتم امتصاصه من الجسم. قد يخطر للبعض بما أنه بعض هذه الدهون قد تختفي، لماذا لا نعطي جرعة أكبر من الدهون أثناء الحقن للمرة الأولى؟ وطبعا الجواب لا. فماذا لو هذه الدهون التي تم حقنها لم يختفي منها شيء؟ فهذه الدهون الزائدة ستعطي مظهرا غير مرغوب به. لهذا السبب لا نقوم بحقن إلا الكمية أو المقدار المطلوب. فإذا ما كانت هذه الدهون سيذوب بعضا منها فهذا بالتأكيد سيكون خلال الثلاثة الأشهر الأولى، وبعد ثلاثة أشهر سيقل تدريجيا نسبة ذوبان الدهون التي تم حقنها. لنأخذ مثلا كشخص قمنا بحقن الدهون لديه سابقا، ثم بعد 4 أو 6 أشهر لاحقا قمنا بحقن جرعة أخرى، ستتشكل طبق الدهون في أعلى الدهون المتبقى. وما فائدة استخدام النسيج الدهني؟ أولا لقد تم أخذ هذا النسيج من الجسم نفسه، لذلك احتمالية نتائج أو عواقب غير مرغوب بها قليلة جدا، هذا بالطبع إذا تم القيام بذلك بطريقة صحيحة. وثانيا هناك بعض عوامل النمو أو الترميم الخاصة التي تم اكتشافها لاحقا موجودة في النسيج الدهني وتسمى الخلايا الجذعية. تأثير هذه العوامل يفوق أهمية حجم الدهون التي تم حقنها، وبإمكاننا ملاحظة تحسن نوعية الجلد ولون منطقة الجلد التي تم الحقن فيها. ولهذا السبب أنا أفضل استخدام النسيج الدهني للحقن